التسييم عكسية من غيلان الشعلالي. الترجي عبر آدم الرجيبي ينطلق من الجهة اليسرى. آدم الرجيبي تجاوز المنافس المباشر غيلان الشعلالي. توزيع لطه ياسين الخنيسي. طه ياسين الخنيسي والهدف الأول للترجي الرياضي التونسي. الهدف الأول عبر آدم الرجيبي بعد تمهيد من طه ياسين الخنيسي. إذن أسبقية للترجي في الوقت البديل للشوط الأول من توزيعة دقيقة في محور دفاع الأولمبي الباجي. التمهيد كان من جانب طه ياسين الخنيسي إلى آدم الرجيبي يسجل لصالح الترجي في مرمى الحارس زياد الغانمي. قلت مباراة تنتظرها الأهداف. نشوفوا الترويض والتمهيد وآدم الرجيبي إغالة زياد الغانمي من توزيع دقيقة من غيلان الشعلالي. والتمهيد من طه ياسين الخنيسي لآدم الرجيبي أحدث الفارق للترجي الرياضي التونسي في الوقت البديل للفترة الأولى عبر المهاجم والجناح آدم الرجيبي في ثاني موسم مع الترجي الرياضي التونسي اللي كان سجل باش يعز صفوف في الأسابيع المقبلة من زاوية أخرى. هدف الموس في محور الدفاع والرجل اليسرى معروفة خاصة في الكرة الثابتة. الريمون للأولمبي الباجي أسبق شمس الدين الذوادي. أنيس البدري أنيس البدري يبعد على بادي. أنيس البدري طه ياسين الخنيسي طه ياسين الخنيسي. الخصال الهجومية لقلب هجوم الترجي الرياضي التونسي. طه ياسين الخنيسي تمهيد ممتاز في مناطق الجزاء لأنيس البدري وطه ياسين الخنيسي يغالط الحارس زياد الغانمي في الدقائق الأولى للفترة الثانية. إذن تدعيم الهدف المسجل من آدم الرجيبي. شوفوا المجهود من أنيس البدري تلبى الكرة في الوقت المناسب من قلب هجوم الترجي الرياضي التونسي. طه ياسين الخنيسي إعادة أخرى للهدف الثاني في المرحلة الأولى لطه ياسين الخنيسي. إذن هدفان مقابل صفر للترجي الرياضي التونسي وزاوية أخرى للهدف المسجل في الفترة الثانية. والمهاجم طه ياسين الخنيسي هذه الكرات اللي حبذها والزاوية اللي حبذها والوضعية في مناطق جزاء المنافس. عمار سويح مدرب الترجي الرياضي التونسي. سي عمار يمكن على غرار الجولة الأولى خذيتوا الأهم، لكن ممكن حتى النيفو نتاع اللعب خاصة الشوط الأول مازال عمار سويح يلوج على التركيبة المثلى. يعني الشوط الأول خلينا نقولوا في وسط الميدان عملنا العديد من الأخطاء، معناها خلفتنا ما قمناش بحجم لعب لاباس به على مستوى مسك الكرة. روزمون معناها قبل الشوط الأول معناتها خذينا مع نهاية الشوط الأول خذينا معناها الهدف. الشوط الثاني معناها جرينا النسق نتاع المباراة، حتى الشوط الأول ما كانش يعني خطورة علينا. ما لقيناش يعني النسق والتركيز اللي نحبوا عليه العادي. مجبورين باش نقوم بالتغييرات اللاعبين اللي موجودين، يعني نتعامل مع المباراة وتجهيز اللاعبين منتدبين جدد على غرار اليوم كما شفنا زعبية ومنصر اللي عارفين ما همش في أوج معنا الإمكانيات نتاعهم. دونك عموما اللي نلوج عليه هو يعني الانتصار مع النقاط يعني المباريات مع يعني تأهيل اللاعبين اللي موجودين معنا وكانوا متأخرين في التحضيرات، وبشوية بشوية بتصير التغييرات هذه بتصير يعني الأمور هذه باش تكرر طوال معناها ردهات معناها خاصة المرحلة الأولى متاع البطولة حتى نلقى يعني التركيبة المثلى وتجهيز معناها اللاعبين المنتدبين. شكرا لك.